أهلا بكم في حلقة جديدة من هاشتاغ وتتابعونا فيها. مغردون قطريون يبحثون عن السبب وراء حصار قطر بعد لقاء الجبير بجواد ظريف وتسريب يوسف العتيبة الجديد، وأسئلة متداولة عبر منصات التواصل عن مشروع البحر الأحمر الذي أعلنت عنه السعودية، واحتفاء أردني بإلغاء المادة 308، ونقاش الليلة عن الانتقادات بعد إلغاء المادة ودور منصات التواصل في إسقاطها. كل هذا وأكثر في هاشتاغ، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاغ، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب AJ مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات وبالتأكيد التعليق عليها. شاركونا. نبدأ من أزمة الحصار المفروض على قطر، فقد جاء هاشتاغ الجبير يلتقي ظريف في صدارة الأكثر تداولا على تويتر قطريا عقب نشر مواقع إيرانية صورا تظهر لقاء سريعا بين وزير الخارجية الإيراني من جانب ونظيره السعودي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في تركيا. ووصفت المواقع اللقاء بالخاطف والقصير، وذكرت مصادر إيرانية أن الحديث المتبادل بين الوزيرين اقتصر على السؤال عن الأحوال الشخصية من دون التطرق إلى جوانب سياسية. فور انتشار صور اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، دشن مغردون قطريون هاشتاغ الجبير يلتقي ظريف، جاء ضمن الأكثر تداولا عبر تويتر. دعونا نتابع أبرز التغريدات المتفاعلة مع هذا اللقاء. تاج السر عثمان كتب على الهاشتاغ: لسنا ضد اللقاءات الدبلوماسية وعلاقات المصالح المشتركة، لكننا ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تجعل لقاؤك سياسة أما لقاء غيرك تجعلها خيانة، كما يقول تاج السر عثمان الصحفي القطري نايف العنيزي. لو كان وزير الخارجية القطري هو من كان بدل الجبير لقامت الدنيا ولم تقعد، ولا شاهدنا عشرات الهاشتاغز لتخوين قطر ولشتم شعبها، شعب قطر. أيضا دكتورة سارة الحمادي الأكاديمية الإماراتية تقول: مثل هذا اللقاء كان بالإمكان أن يمر مرور الكرام لو أن السعودية والإمارات لا تروج لعداوة مع قطر، لأنها قريبة من إيران كما قالت دكتورة سارة. أيضا حساب دوحة العز يقول: قبل يومين يقول الإيرانيون ما جاء منهم إلا الخراب والفساد، وما في دولة تعاملت مع إيران وجاءها خير من ورائها، سبحان الله، كما يقول صاحب الحساب. أيضا الصور عبرت عن اندهاش المدونين من انتقاد وزير الخارجية السعودي لقطر لما سماه بالتقارب مع إيران في وقت يلتقي فيه الجبير بوزير الخارجية الإيراني. نتابع. في سياق متصل، كشفت تسريبات جديدة لبريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة عن رسائل من عام 2011 تظهر أن بلاده كانت قد سعت لافتتاح سفارة لحكومة طالبان الأفغانية، وأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كان غاضبا من فتح هذه السفارة بالدوحة بدلا من أبو ظبي. المزيد في المقطع التالي، نتابع.
What we've seen Qatar do for the last 10 to 15 years, support groups like the Muslim Brotherhood, Hamas, Taliban. العديد من التغريدات علق على التسريب الجديد من البريد الإلكتروني الخاص بسفير دولة الإمارات أو بسفير الإمارات في الولايات المتحدة، كما سنتابع الآن عددا من هذه التغريدات. المحامي القطري مبارك الصليتي كتب قائلا: تسريب لعتيبة الجديد يشير إلى غضب عبد الله بن زايد لفتح مكتب طالبان في الدوحة، وهو ما يؤكد على أن هدف الإمارات هو إضعاف القوة السياسية لقطر. أيضا حساب ذوان: في 2011 الإمارات تريد فتح سفارة طالبان في أبو ظبي، في 2013 قطر فتحت لطالبان سفارة، وفي 2017 الإمارات تدعي دعم قطر للإرهاب لوجود سفارة لطالبان في قطر. أيضا خالد يقول معلقا على تسريب العتيبة ولقاء جواد ظريف: الظاهر المسألة غيرة، أبو الابتسامة زعلان ليش سفارة طالبان مو فتحت أو مو في أبو ظبي، والجبير ما يبغي حدا يحضن ظريف غيره، كما يقول خالد في هذه التغريدة الساخرة. ضجة كبيرة عبر منصات التواصل عقب إعلان المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين عن إطلاق مشروع سياحي عالمي تحت مسمى مشروع البحر الأحمر، حيث دشنت السلطات السعودية حسابا رسميا للمشروع عبر تويتر لنشر تفاصيل المشروع الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث جاء في التغريدات التي نشرها الحساب الرسمي أنه من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في عام 2019 والانتهاء منه في عام 2022. وطبقا لوكالة أسوشيتد بريس، فمشروع البحر الأحمر سيقام على منطقة تبلغ نحو 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وتتمتع بوضع خاص شبه مستقل، وذلك كما نقلت الوكالة عن صندوق الاستثمار السعودي. دعونا نتابع تفاصيل أكثر عما سيكون عليه الوضع في تلك المنطقة السياحية. المنطقة في البداية تتمتع بحكم شبه ذاتي، وستكون خاضعة لقوانين تتماشى مع المعايير الدولية. أيضا المنطقة ستكون وجهة سياحية، لا يلزم للسفر إليها الحصول على تأشيرة. أيضا لا يفرض ارتداء الحجاب فيها، ولا إجراءات الفصل بين الرجال والنساء أو غيرها من الإجراءات المحافظة الموجودة في السعودية. أيضا إقامة منتجعات وجزر سياحية وفنادق فاخرة. أيضا بالتأكيد المشروع ضمن سياسة المملكة في جذب ما يسمى بسياحة الرفاهية. مشروع البحر الأحمر الجديد الذي أعلنته المملكة أعاد أيضا الحديث عن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تنازلت مصر عنهما للمملكة. المزيد في هذا المقطع من رصد المتابع. وإلى الأردن، ولكن بعد فصل قصير، ابقوا معنا.
إلى الأردن التي شهدت صباح اليوم إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات، والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة إذا تزوج ضحيته. الإلغاء جاء في أعقاب حملات إلكترونية ووقفات احتجاجية شهدتها العاصمة عمان في الفترات الماضية. فقد صوت مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء على إلغاء المادة، وأصبح الإلغاء ملزما للسلطات الأردنية بحسب رئيس الوزراء الأردني الذي قال إن الحكومة تلتزم بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية. نتابع جانبا من هذه الجلسة، جلسة البرلمان التي شهدت إلغاء المادة المثيرة للجدل. نتابع. إذن هذه الصور من الجلسة، أيضا إلى تويتر حيث جاء هاشتاغ إلغاء 308 في صدارة قائمة الأكثر تداولا في الأردن. نتابع أبرز التغريدات. حساب Human Rights Watch باللغة العربية كتب قائلا إنهاء إفلات المغتصب من العقاب بالزواج من ضحيته خطوة إيجابية للحد من العنف ضد النساء، إلغاء 308 واجبا. أيضا حساب سارة ويتسون كتب قائلا مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch، برافو الأردن على إلغاء المادة الشنيعة التي تجيز للمغتصبين الزواج من ضحاياهم، على جميع الدول العربية أن تحذو حذو الأردن، المرأة ليست ملكية خاصة. أيضا تضيف النشطة الأردنية عروب صبح تلغت المادة 308، شكرا لكل المدافعين عن العدالة. أيضا تغريدة أخرى من علا، إنجاز يحتفى به بس ضروري نتذكر أنه بداية المشوار مش نهايته، كما كتبت علا في هذه التغريدة على هاشتاغ إلغاء 308. أيضا الإعلامية الأردنية رندا كتبت يوم تاريخي للأردن، إلغاء المادة 308، شكرا لمجلس النواب والجهات التي عملت على إلغاء هذه المادة. حارث أيضا يضيف على ذات الهاشتاغ، هذا القانون هو صفحة مخزية طويت بجهود مجتمع اختار أن يتغير، ألف مبروك لنا جميعا مبارك. أيضا والتغريدة الأخيرة يقول يوم انتصار للعدالة وقفزة نوعية حضارية وفكرية وقانونية، فقد ولى زمان إفلات المغتصب من العقاب ومكافآته أو مكافأته بالزواج من ضحيته. إذن نتابع أبرز الصور والتي تم تداولها تعليقا على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل. نتابع. للمزيد عن دور منصات التواصل وكذلك دور نشطاء المجتمع المدني الأردني في إلغاء المادة المثيرة للجدل، تنضم إلينا الصحفية والناشطة عروب صبح، كما تنضم إلينا أيضا الناشطة ساجدة ضمور. أبدأ معك سيدة عروب، ألف مبارك إلغاء هذه المادة، أيضا مادة تغطي بالكامل هذه الجريمة، جريمة الاغتصاب. ما الذي جعل القانون الأردني يقرها في البداية، وما الذي جعل المجتمع الأردني يسكت كل هذا الوقت قبل أن يطالب بإلغاء هذه المادة؟ هذه المادة موجودة في القانون الأردني كما هي موجودة في معظم القوانين، قوانين الدول العربية. أنت تعلم أنها
ألغيت حديثا من في المغرب وألغيت أيضا في لبنان. فهذا القانون أظن موجود منذ زمن طويل في القوانين الدول العربية وأيضا العالمية بعضها. أيضا سمعت مؤخرا هناك من قال لي على تويتر إنها موجودة في الولايات المتحدة، فقلت له هل يجب أن نأخذها ونحتفل بها إذا كانت في الولايات المتحدة؟ على كل هي مادة موجودة ولا، ولكن الحراك ضد هذه المادة منذ زمن طويل، منذ أيام طويلة جدا الحراك النسوي الأردني يطالب بإلغاء هذه المادة، ولكن الحمد لله الحراك المدني والحراك النسوي في الأردن استطاع في 2017 أن يلغي هذه المادة، أن يتضامن الناس جميعا. وصل خلينا نقول وصل الحراك والمدني في الأردن، وصلت الثقافة المدنية في الأردن عند الناس بأن يطالبوا بأن نكون أكثر تحضرا وأكثر مدنية في القوانين التي تخص المرأة، وهذه إحدى القوانين طبعا. طيب إذا هو نضال طويل كما تقولين سيدة عروب، ومتعدد الجبهات، وكذلك تتعدد أو يتعدد المشاركين في هذا النضال. من هم الذين كانوا وراء الحملات المناهضة لهذه المادة حتى تم إلغاؤها اليوم؟ ضد إلغاء المادة؟ لا، مع إلغاء المادة. هناك الكثير من الناس. أذكر على سبيل الذكر وليس الحصر الدكتورة سلمى النمس من اللجنة الوطنية، هناك أيضا السيدة المحامية هالة عاهد، إيفا أبو حلاوي، هديل عبد العزيز، سمر دودين، هناك أسماء كثيرة جدا جدا، رانيا سرايرا. نحن على مجموعات كبيرة، على مجموعة كبيرة على الواتساب على فكرة منذ فترة أنشأتها الدكتورة سلمى والمحامية العاهد، ونحن هناك منذ فترة وهم يحاولون حشد كل من له القدرة على أن يصل إلى أكبر عدد من الناس. أيضا الدكتور مهند العزي لا أنساه، الزميل الصحفي نضال منصور، الأخ رياض صبح، هناك الكثير ممن وقفوا حقيقة في هذه الفترة بالذات، حتى وكان هناك عمل دؤوب مع واتصالات مباشرة ودائمة مع حضرات النواب ومع المؤثرين في وسائل التواصل. نعم، وتم إلغاؤها. كان وفي الإعلام أيضا هناك إعلاميين أيضا معنا، السيدة ريندا عازر، هناك إعلاميين مناصرين لهذه القضية. كان هناك حراك جميل جدا ومنظم وفيه تضامن عالي جدا، الكل وقف وقفة واحدة ضد هذه المادة. نعم هناك وتكللت بعض الإخوة ضد هذه المادة. نعم وتكللت هذه الجهود بالنجاح اليوم، ولكن هناك بعض الانتقادات التي كانت توجه لمن يريد إلغاء هذه المادة. على سبيل المثال هناك من يقول حال الفتاة بعد اغتصابها، من سيوافق على الزواج من فتاة تم اغتصابها وذلك الزواج، أو أن ذلك الزواج سيكون أخف الضررين، الزواج من المغتصب. كيف تردين على هذا الكلام؟ هم يتجاهلون يا سيدي أن في معظم حالات الزواج الإجباري الذي أو الرضائي، ويسمى الرضائي، الذي تجبر عليه الفتاة أحيانا من أهلها وفي معظم الأحيان من المجتمع، هي يستمر هناك نوع من الإساءة والضرب والإهانة لمدة الزواج المفروضة على هذا الشخص حتى يتخلص منها. هناك حالات بعض هؤلاء الأشخاص مجرمون أجبروا زوجاتهم على العمل في الدعارة، هناك أشخاص بقيوا يعني يستغلون هؤلاء النسوة بأعمال غير منافية للأداب، هناك سيدات تعرضن للضرب والإساءة طوال فترة زواجهم من هذا الرجل المغتصب. الزواج من المغتصب هو حل مؤقت حتى يرضى المجتمع عن الفكرة، ولكن الفكرة الأساسية هي أن نتقبل هؤلاء الفتيات أو من يقع عليه هذا الجرم هو شخص يعني مجني عليه، هو شخص ضحية ولا يجب أن يتحمل مسؤولية الجريمة. نعم، ولكن للأسف الشديد مجتمعنا ما زال في يعني في أشكال كثيرة يحمل الفتاة أو المرأة المسؤولية. نحن في هذا الحراك المدني في هذه المرحلة بالذات كنا يعني نركز على موضوع الفتاة القاصر، لا يمكن أن تحتمل الفتاة القاصر يعني فوق ما هي
يقضي عليها أيضا تزوج من هذا الرجل وهي نعم قصر. ولكن قد يرد قائل في هذه النقطة نعم قد يرد البعض يقول المادة لم تكن تجبر الفتاة على الزواج من المغتصب فقد تقبل وقد ترفض أيضا في ذات التوقيت ولهذا يقولون الضغط الاجتماعي حسام الضغط الاجتماعي كبير جدا أنت لا تتخيله ثم أن من قال أن لديها الفرصة لترفض فإذا كانت قاصر بالذات من قال أن لديها الفرصة لترفض نعم وصلت هذه الفكرة شكرا جزيلا لك أنتقل إلى سجود أهلا وسهلا بك سجود سمعنا كل هذه الانتقادات التي تعرض لها المؤيدون لإلغاء هذه المادة كيف كان رد فعل النشطاء سجدة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء هذه الحملة كيف كان التفاعل خلال الفترة التي سبقت إقرار أو إلغاء هذه المادة اليوم مساء الخير شكرا على مساء النور أولا للتصوير نعم سجدة وللتسجد اولا لا شك انه التواصل الالكتروني على التواصل الاجتماعي كما حدث بهاشتاج الغاء ماده 308 ساعد على اثراء المعرفه ساعد على انه تسليط الضوء على القضايا المجتمعيه التي تمس المجتمع الاردني لكن هنالك نقطه سلبيه يجب ان نسلط الضوء عليها الا وهي انه نحن تاخذنا العاطفه اكثر من ان تاخذنا الواقع الواقعيه او المنطقيه بالمواضيع هاي او عدم على يعني نبني تغريدات لا أساس لها من العلم لا أساس لها من الصحة وهذا الشيء خطأ جدا يعني أثر هذا الشيء على إعطاء الناس والمتابعين للهاشتاج أفكار خاطئة جدا عن مادة 308 طيب ما هو حجم التفاعل مع هذه الحملات الإلكترونية التي كانت تريد أن تبث الوعي على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب؟ هذه القضايا وهذه النشاط والتفاعل ساعد على إثراء المعرفة كما ذكرت وسبقت وحكيت وأيضا يساعد على أيضا تركيز الإعلام عليه عندما يتم تركيز الإعلام على هذه القضايا وإثارة الرأي العام بالتالي يساعد ذلك بصناعة القرار بشكل مباشر والتأثير عليه نعم سجدة أنتقل مرة أخرى إلى السيدة عروب أهلا وسهلا بك سيدة عروب من جديد هناك من كتب على تويتر أن ما حدث اليوم هو بداية الطريق وليست النهاية ما المقصود ببداية الطريق؟ ما القادم بالنسبة إليكم بعد إلغاء هذه المادة؟ بالتأكيد هي بداية الطريق لأن هناك مواقع مفصلية في القانون الأردني يجب أيضا أن تكتمل بعد هذه المادة موضوع الرعاية لهؤلاء الفتيات أو لأي شخص يتعرض لهذه الجريمة موضوع الرعاية موضوع الأطفال هذه كلها يجب أن تدرس بعناية يجب أن يكون هناك أيضا حراك مدني حتى يكون هناك في توعية بهذا الاتجاه حضرتك قبل شوي تفضلت وقلت أنه في ناس قالوا مين بده يتجوزها وكأنها من تعرضت لهذه الجريمة يجب أن تدفع كل حياتها ثمن إلها هناك خطأ في مفهوم من تتزوج أيضا هناك الفكرة كأنه لماذا لا يتزوجها أي إنسان مش فاهمة هي الفكرة ما هي الفكرة أصلا المأخوذة عن الزواج الزواج هو اثنين بينهم في نوع من التوافق الفكري والعقلي والنفسي والعاطفي صحيح. ولا دخل له بموضوع إن كانت تزوجت في ما قبل أو تعرضت لمشكلة في ما قبل هناك أناس يتزوجون وهم عندهم أمراض وهم عندهم مشاكل صحية ما المشكلة في موضوع الزواج فكرة تقبل الضحايا هذه الجرائم هي أعتقد وكيفية معالجة نفسياتهم كيفية الأخذ بيدهم وأيضا إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي مرة أخرى كيفية تقبل عائلاتهم وأيضا الوقوف بجانب عائلاتهم وليس اتهام عائلاتهم بأنهم كأنهم حملوا عارا أو كانوا جزءا من الجريمة هذا جزء مهم جدا على المجتمع أن يتحمل يعني جزء كبير من هذا الشيء وأيضا على الدولة أن تتحمله وأيضا هناك موضوع قانون الأحوال الشخصية وموضوع الأطفال والنسب هذا كله يجب سيلحق الكثير من النقاش
وايضا يعني سيكون هناك اخذ وجد في مواضيع كثيره وقوانين كثيره فيما بعد. نعم، وصلت هذه الفكره كامله. شكرا جزيلا لك سيده عروب صبح. الشكر موصول ايضا الى الناشطه ساجده ضمور. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. راسلونا بقضاياكم وقصصكم، سنتواجد دائما للتعبير عنكم ولو بقصة في هاشتاج. إلى اللقاء.